بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قد يضطر الإنسان إلى خلع سنه في نهار رمضان ولا يستطيع أن يؤجل ذلك إلى الليل، فإذا ما خلع الإنسان سنه أو ضرسه نهارا فهذا جائز، ولكن عليه أن يجتهد ألا يصل شيء مما ينزل إلى جوفه، والله أعلم.